السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بفيديو جديد من سوسيولوجي. اليوم راح نحكي عن أسطورة علم النفس سيغموند فرويد، خليكم معنا. أكثر نظريات لعلم النفس الحديث هي مأخوذة من سيغموند فرويد. ولد سيغموند فرويد بالعام 1856، وهو طبيب اختص بدراسة الطب العصبي من جامعة فيينا. بدأ سيغموند فرويد معالجة مرضى النفسيين عن طريق التنويم المغناطيسي، لأنه كان كتير متأثر بأقطاب التنويم المغناطيسي بفرنسا أمثال شاركو، ومن ثم بدل هاي الطريقة بطريقة التداعي الحر، وهي طريقة هو اللي ابتكرها، وهي طريقة تتمثل بخلق الممارسات السريرية في التحليل النفسي لعلاج الأمراض النفسية، وهي عن طريق الحوار ما بين المحلل النفسي والمريض النفسي. من المعروف انه سيغموند فرويد هو مؤسس مدرسة التحليل النفسي، اللي هي اعظم انتشارا واكثر انتشارا بين اوساط العالم الحديث واوساط علم النفس بالذات، وهو مؤسس علم النفس الحديث ايضا. كمان اشتهر سيغموند فرويد بحديثه عن الوعي واللاوعي. بهداك الوقت كان في كتير من الاشارات الاستفهام والشوائب على منطقة اللاوعي أو على الفكر اللاوعي، كما اشتهرت وقتها الفلسفة الوضعية، وكتير تحدثوا عن الفلسفة المادية. لهيك كتير تعذب سيغموند فرويد بإقناع الناس على وجود اللاوعي، وكان من أبرز شواهده على اللاوعي هي الأحلام وفلتات اللسان وزلات القلم وكتير من الأشياء اللي نحن بنتصرفها وهي خارجة عن وعينا. كمان اشتهر سيغموند فرويد بتقنية إعادة تجديد الرغبة الجنسية، وكان كتير له من الشواهد مثل عقدة أوديب وألكترا، وحكى عن المرحلة الجنسية أو المراحل الجنسية اللي بتصير مع الطفل من ولادته لحتى يكبر. حكى عن مرحلة الشرجية والمرحلة الفموية، وحكى عن مرحلة القضيبية ومرحلة الكمون ومرحلة الجنسية الراشدة. هذول كلهم المراحل الجنسية عند الطفل. كمان اشتهر سيغموند فرويد بتقنيات علاجية جديدة هو اخترعها، مثل طريقة تكوين الجمعيات وحلقات العلاج النفسي. خلينا نحكي بصراحة، سيغموند فرويد كتير تعذب لحتى يحول عقول الناس او عقول اللي حواليه من الاطباء من الحالة البيولوجية للحالة النفسية، لانه من الصعب بهذاك الوقت اقناع طبيب انه في مرض ما بنحسن نوصل له عن طريق صور او تحاليل او ما شابه ذلك. لذلك لا يمكن انكار فضل سيغموند فرويد على علم النفس الحديث. مع انه سيغموند فرويد كان طبيب نفسي، الا انه كان يعاني من بعض الاضطرابات النفسية مثل رهاب السفر، مثل كان يصيبه غثيان من حضور زملائه الموهوبين بمحاضراته، كان مدمن للتبغ، وهذا الشيء اللي سوى عنده سرطان الحنجرة اللي هو أودى بحياته بنهاية المطاف. من الطريف ورغم تحليل سيغموند فرويد وإنجازاته الهامة، إلا أنه هو اعترف بعدم فهمه للنساء أو لعقلية النساء، ووصفهم بالقارة المظلمة، وكان كتير يحكي عن بعض المخالطات وبعض الأشياء اللي ما قدر يفهمها هو سيغموند فرويد بالنساء. توفي سيغموند فرويد بالعام 1939 في لندن، وكان عنده 6 أبناء. الجدير بالذكر انه سيغموند فرويد قدم للعلم النفسي كتير، لكن لا تخلى نظرياته من الاخطاء، يعني كان عنده كتير من النظريات الخاطئة لكن الاغلب كان صح. حكى عن كتير مواضيع منها الدين، منها الجنس، وكتير مواضيع اخرى. اتمنى الفيديو يكون مفيد لكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.